Hello math students this is Mr. Omar speaking and this is going to be part 2 of the arithmetic sequence ازيكم uh, يا ولاد عاملين ايه خلينا كده النهارده ناخد 2 من الاريثماتيك الجزء اللي هو هنحل فيه على المسائل بتاعه الاريثماتيك سيكونس وهنحل كمان على الجزء اللي هو مسائل الاريثماتيك مين ماشي فجزء هو كله عباره عن حل طبعا احنا الشرح كان كله تقريبا قلناه في الفيديو اللي فات تقدر ترجع تشوفه تاني لو كان في حاجات كده واقفه معاك تعالى كده خلينا اما نبتدي نحل بقى المسائل دي وعلى فكره افكار المسائل دي كلها اولموست واحده هي كلها بتجيب تو ايكويشنز وتحلهم مع بعض طيب نمسك كده حاجه حاجه بيقول لي كده من الاول خالص if tn is an arithmetic sequence where t8 equal 16 طيب يعني ايه سوري t6 equal 16 يعني ايه t6 equal 16 وبيقول لي كمان t20 equal negative 26 معناه ايه الكلام ده؟ تعال اما نفك ايه هي يا اولاد مثلا ازاي افك t6؟ تقول لي a plus n 1 times d صح؟ ما هي 6 1 اللي هي 5d بقى على طول بص هنقعد على طول كده بقى نقعد نعمل كده a plus 5d اللي هي اقل منها الكلام ده ب 16 دي اول equation تاني ايكويشن بيقول لي t20 equal negative 26 خلاص هقول a plus ها اقل منها بواحد بقى اللي هي ايه على طول بقى عشان نخلص 19 d الكلام ده equal negative 26 انت كده عند حضرتك two equations in two unknowns نحلهم ازاي لو انت عايز تحلهم بدماغك اللي هو فاكر by omitting method مثلا اكتب دي تحتها هكتب اللي هي الايكويشن دي هكتبها تحتها شايف a plus 5d الكلام ده ب 16 صح؟ وتعالى اما نسولف ده مع بعض. فاكر كده كنا بنحل ازاي باي اومتنج ميثود؟ تحب مثلا نعمل اللي تحت دي احط لها نيجاتيف عشان اطير الايهات مع بعض. او اعملهم ماينص صح؟ ده بالسلامه كده ده ماينص ده بالسلامه 19 دي ماينص 5 دي يطلع الكلام ده يا ولاد ب 14 دي ايكوال نيجاتيف 26 خلي بالك نيجاتيف 26 ماينص 16 اوكي؟ نيجاتيف 26 ماينس ال 16 يطلع الكلام ده بنيجاتيف 42 نعمل نيجاتيف 42 ديفايدد باي 14 تطلع الدي بتاعتي بكام يا ولاد بنيجاتيف 3 ده الدي وانس ان حضرتك جبت الدي ارجع اعمل لي سبستيتيوشن مثلا هنا لو دي اسمها 1 قول لي باي سبستيتيوشن ان 1 وهوريك طبعا لو انت يعني ناسي ازاي كنت تحل التو ايكويشنز دول على الكالكوليتر هوريها لك ماشي لو عملت رجعت عملت سبستيتيوشن ان 1 يا ولاد يعني ايه بلس 5D بدل بقى الدي احنا عرفناها بنيجاتيف 3 الكلام ده ب 16 حضرتك هتجيب لي الاي طبعا تعمل 5 تايمز نيجاتيف 3 تطلع 15 توديها هناك بالبلس تطلع الاي بتاعتك ب 31 طب يا مستر ايه ده ده انا عارف الاي والدي طب ما انت كده يا ابني عارف السيكونس الاي ده اللي هو اول تيرم 31 بعدين كل شويه عمال بنقص 3 نقص 3 كده تبقى 28 نقص 3 كده تبقى 25 نقص 3 كده تبقى 22 وهكذا دي منظر السيكونس بتاعنا ماشي يا شباب هي الفكره كلها كده طب واحد بقى يقول لي طب معلش يا مستر انا لو كنت بحلها ازاي كده فكرني بسرعه كده على الكالكوليتور لو عندي اتنين ايكويشنز ادي ايكويشن وادي ايكويشن اللي هم مكتوبين بالاحمر دول اللي هم التو ايكويشنز دول دي كده ودي كده عايز احلهم على الكالكوليتور بص يا سيدي ادي مثلا الكالكوليتور بتاعت حضرتك اهي حضرتك بتجيلي على الكالكوليتر بتختار مود 5 اللي هي الايكويشن وبنختار اللي هي اللي فيها تو انونز بص اللي هي اول واحده خالص اكس بعدين واي بعدين ايكوال رقم ماشي خلي بالك من الترتيب ده اكس بلس واي ايكوال رقم اللي هي 1 اول ايكويشن الاكس ال بتاعتها اللي هي 1 عشان ايه واحده صح بعد كده هنا كام 5 بعدين اخر واحده 16 واقوم دايس ايكوال دي اول واحده طب اللي بعدها 1 بعدين 19 بعد كده النيجاتيف 26 خلي بالك ماينس 26 كنت سيكو هيطلع لحضرتك اول انون اللي هو ال A طلع ب 31 وتاني انون طلع بنيجاتيف 3 وده كده كان الموضوع ده بمنتهى البساطه خلاص ده ال A وده ال D اظن يعني انا شايف الموضوع بسيط قوي نيجي اللي بعده حاول كده برضو تبوز الفيديو وتشوف هتعرف تحل ده ولا لا بيقول لي اول حاجه اهو T8 equal 11 ومديني معلومه ثانيه بص بيقول لي ايه T10 is the additive inverse of T17 يعني ايه ال additive inverse؟ ايه ال additive inverse بتاع ال 2؟ نيجاتيف 2 هو بيقول لي T10 additive inverse بتاع ال 17 يعني ايكوال نيجاتيف T17 صح؟ T10 ايكوال النيجاتيف T17 تعال اما نفك يعني ايه T8 ايكوال 11؟ يعني A plus 7D الكلام ده ايكوال 11 ماشي يا شباب نيجي للجزء اللي بعده يعني ايه تي 10 ايكوال نيجاتيف 17؟ يعني ال T10 اللي هو A plus 9D صح؟ الكلام ده ايكوال نيجاتيف وافتح براكت اي تي 17 اي بلس 16 دي اه ان ماينس 1 تايمز الدي. طيب تعالى كده اما نمسك دي شويه كده نوضبها شويه، اولا الماينس دي على الاثنين دول، يعني دي نيجاتيف اي ماينس 16 دي. الكلام ده ايكوال اي بلس 9 دي، تيجي نرميها كده كلها في ناحيه واحده، يعني هاخد الماينس اي دي تروح هناك ببلس اي. اي بلس اي يبقوا 2 اي. اوكي okay. النيجاتيف 16 نفس الكلام هرميها برضو هنا عشان اخليها كلها بقى الاي والدي في ناحيه واحده تبقى زي دي 9 بلس 16 اوكي okay, يا اولاد 9 بلس 16 دي وتحسب لي الكلام ده 9 بلس 16 اللي هو يطلع الكلام ده ب 25 دي اسوم صح اه ب 25 دي الكلام ده ايكوال 0 ماشي اهو ده كده كان الايه كان الجزء الاول تحل لي التو ايكويشنز دول مع بعض يعني دي ايكويشن اهي بص كده معايا ادي يا باشمهندس دي ايكويشن ودي ايكويشن عايز تحلهم بالكلكوليتر يعني تحط هنا مود 5 اللي هي 1 اللي احنا قلنا عليها وتحلهم او ممكن تبتدي تحلها بدماغك انا هختار هنا مثلا احلها والله مثلا اهو احط هنا هكتب دي تحتها اكتب مثلا دي واقوم كاتب هنا ايه بلس 7 دي ايكوال 11 ايه راي حضرتك مثلا الايكويشن اللي انا كاتبها بالاسود دي اعملها تايمز نيجاتيف 2 ليه تايمز نيجاتيف 2 عشان اطير الايهات مع بعض صح يعني لو عملت هنا تايمز نيجاتيف 2 بص كده لو عملت الايكويشن دي تايمز نيجاتيف 2 بص هيحصل ايه حتى يعني عشان المكان احط هنا اهو نيجاتيف 2 عملت تايمز نيجاتيف 2 وهعمل دي تايمز نيجاتيف 2 بص 7 تايمز نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 14 فاخلي دي ماينص 14 انت متخيل بقى انا بعملها مره واحده معلش على طول ماينص 14 دي بعد كده هعمل دي تايمز نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 22 يبقى نيجاتيف 22 تعلم من اد بقى يا سيدي اهو بالسلامه دول 25 اند نيجاتيف 14 يطلع الكلام ده ب 11 دي وهنا يا ولاد 0 نيجاتيف 22 يطلع بنيجاتيف 22 هنعمل نيجاتيف 22 ديفايدد 11 يطلع الدي مع حضرتك بنيجاتيف 2 يعني كل شويه عماله اقل ب 2 اقل ب 2 ارجع اجيب الايه نجيب الايه منين من اي اكويشن إيه عايز تستخدم دي اوكي عايز تستخدم دي اوكي هتستخدم دي تحط الدي بنيجاتيف 2 او 7 تايمز نيجاتيف 2 وادي ال 11 وادي بلس الايه. تعمل 7 تايمز نيجاتيف 2 وتوديها هناك تطلع الايه مع حضرتك ب 25. وانس اني جبت الايه وجبت الدي خلاص يا سيدي اكتب اول ترم ب 25. بعدين عمال انقص 2 كل شويه يعني 23 عمال انقص 2 يعني 21 يعني 19 وهكذا ادي السيكونس بتاعتي. ماشي يا شباب هل ممكن يجي يطلب منك حاجات؟ طبعا ممكن يجي يطلب منك حاجات ثاني لو انت فاكر من الفيديو اللي فات يقول لي طب هات لي اخر ترم بوزيتيف. طب هات لي اول ترم نيجاتيف، طب هات لي مش عارف الترم رقم 50، طب هات لي الترم رقم خلاص بقى ما احنا عارفين السيكونس وتبتدي تحل الكلام ده. ماشي يا شباب هي كلها زي ما قلت لك هي حاجه كده كامله على بعض. هنا بيقول لي ايه؟ فايند اريثمتيك سيكونس whose fourth term is 11، يعني تي 4 يا ولاد ايكوال 11، اند ذا سم اوف ذا فيفث يعني التي 5. and the ninth والترم التاسع الترم الخامس والترم التاسع T5 plus T9 equal 40 يا سلام طب خلاص يا مستر أقدر أحلها T4 دي عبارة عن إيه A plus 3D equal 11 طب هنا يا أولاد A plus 4D ده الترم الخامس plus الترم السادس اللي هو التاسع سوري اللي هو A plus 8D الكلام ده هو اللي قيل عليه 40 تعالى خلينا دي شوية كده نوضبها A و A to A 4D and 8D is 12D كلام ده 4D عايز يا باشمهندس تسيبها كده وتحل التو ايكويشنز دول مع بعض ان شاء الله حتى بالكالكوليتر دول اتنين فيرست ديجري اوكي عايز الاول نمسك الايكويشن اللي هي اللي انا عملتها على اليمين دي نعملها ديفايد 2 يعني عايز بقى تحلها بالمخ انا لو عن نفسي اعملها ديفايد 2 ليه؟ يبقى منظرها الطف كده تبقى ايه؟ بلس لو عملت ديفايد 2 تبقى 6 6D ايكوال 40 ديفايد 2 تبقى 20 شوف كده منظرها محترم ناس ازاي اهو هي الايكويشن دي حلو، واحل دول مع بعض اجيب دي تحتها اللي هي ايه بلس 3 دي دي اهي ايه بلس 3 دي ايكوال 11 عايز بقى تغير العلامات بتاع دي او تعملهم ماينس يعني ايه ماينس ايه بالسلامه 6 دي ماينس 3 دي يطلع بكام؟ ب 3 دي وتعمل لي 20 ماينس 11 يطلع ب 9 ايه ده يعني الدي بكام؟ 9 ديفايد 3 الدي ب 3 وانس انك جبت الدي اه سوري الدي اللي ب 3 معلش مش الايه جبت الدي ب 3 وانس انك جبت الدي ب 3 خش هات الايه صح؟ ايه بلس 3 تايمز 3 ايكوال 11 هتودي 3 تايمز 3 طبعا ب 9 وادي ال 11 وادي ال A وادي ال 9 هناك تطلع يا ولاد ال A بكام؟ تطلع ال A ب 2 عرفت ال A ب 2 وال D ب 3 معناه ايه؟ اول ترم ب 2 بعدين كل شويه عمال ازود 3 زود 3 تبقى 5 زود 3 تبقى 8 زود 3 تبقى 11 ادي كده ادي السيكونس بتاعتي ماشي يا شباب بعد كده بيقول لك ايه؟ تعالى بقى همسح معلش ولا بص ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي كده اخد كل الجزء ده معلش ونقوم عاملين فيه ايه؟ نصغره سنه كده يا سلام شوف لا سحر ولا شعوذه نقوم ماسكين كده الكلام ده عشان بس يبقى عندي مكان معلش ماشي ده كده كان الجزء الاول عرفت السيكونس دي السيكونس بتاعتي يعني. بعد كده يا ولاد بيقول لي ايه فايند ذا اوردر اند ذا تيرم اوف ذا عايز الاوردر اوف ذا تيرم هوز فاليو از 152 يعني تي كام تي ان الفاليو بتاعه ب 152 T كام تقول لي افكها a بلس n minus 1 تايمز الدي الاجابه بتاعت انهي واحد اللي ب 152؟ خلاص انا عندي الاي والدي هكملها، الاي بكام يا ولاد؟ احنا قلنا الاي ب 2 بلس ان ماينس 1 تايمز الدي، الدي احنا عارفينه اللي هو قلنا عليه ب 3، الكلام ده انا عايزه يطلع ب 152، هتودي لي ال 2 هناك يا باشمهندس، يعني ان ماينس 1 تايمز 3 الكلام ده ب 150 152 ماينس 2 بـ 150 بعدين نعملها ديفايد 3 يعني ان ماينس 1 equal 150 divided 3 ب 50 بعدين نودي ال 1 هناك بالبلاس يطلع ال n ب 51 يعني الترم رقم 51 هو ده يا ولاد الترم اللي value بتاعه ب 152 فهمنا كده الفكرة كلها في ايه آه تعالى كده اما نخش على بعده بيقول لي find the arithmetic sequence in which the sum of the first and the third term equal 22 يعني بيقول لي t1 plus t3 الكلام ده ب 22 اولا هو ايه t1 ده ده الـ A صح؟ ما هو ده الترم الأولاني يبقى إيه ده؟ ده أنا عارف الـ A ماشي بس لسه ما أعرفوش يعني ده الـ A يعني أنا لسه هجيبه ماشي ده الـ T1 بلس الـ T3، أي T3 A plus N 1 تايمز الـ D اللي هو A plus 2D هو إيه اللي الكلام ده يا باشمهندس بـ 22 ماشي A و A 2A plus 2D يكوال 22 تعالى يا سلام لو نعملها Divided 2 بقى تطلع A plus D يكوال 11 آدي

الكلام ده يا ولاد هو قايل لي عليه ب7 وادي الايكويشن الثانيه عايز حضرتك المره دي كده اهو الاختلاف هحلها يا سيدي بالكالكوليتر اهو نقوم جايين كده اهو ادي الكالكوليتر بتاعتنا ندوس مود بعدين 5 بعدين اول واحده همسك التو ايكويشن دي هنعمل الايكويشن الحمراء دي الاي بكام ب1 الدي بكام ب1 برضو اكتب 1 وادوس ايكوال وايكوال 11 اهو اخر واحده 11 equal. الايكويشن الثانيه 2 بعدين 5 بعدين كام بعدين 7 هيطلع لي اول نمبر هيطلعه لي ده الاي ثاني نمبر هو الدي صح يطلع الاي ب 16 ماشي الاي طلعت ب 16 وادوس ايكوال تطلع لي الدي برده بكام اللي هو الانون الثاني بنيجاتيف 5 والدي 5 ده معناه ايه معناه يا ولاد ان السيكونس بتاعتي بتبتدي ب 16 وكل شويه عماله تقل 5 لو قللت 5 تبقى 11 هقلل 5 تبقى 6 هقلل 5 تبقى 1 وهكذا ادي منظر السيكونس بتاعتي اظن انا شايف الموضوع الى حد ما ابتدى يبقى ها بسيط شويه حاول بعد اذنك كده تحاول انت تحل دي بنفسك حاول تبوز الفيديو وتشوف هتعرف تحل المساله دي ولا لا طيب انا بفترض كده ان حضرتك يعني وقفت الفيديو طبعا انا مش هقعد استناك يعني انت بتوقف الفيديو وبتحل بتشوف حلك صح ولا غلط ولو حلك صح خلاص ممكن تسكب وتخش على المساله اللي بعدها انا هحل دي اهو ال T2 عباره عن A بلس 1D صح او A بلس D ال T4 عباره عن A بلس 3D الكلام ده ب4 طيب تعالى اما نبسطها شويه A و A يعني 2A دي d plus 3D يعني 4D الكلام ده equal 4 تيجي يا سلام لو اعملها divided 2 عايز سيبها كده وتبقى تحلها على الكالكوليتر براحتك انا اعملها divided 2 تبقى ايه plus 2D equal 2 ادي كده اول equation عندي نيجي للجزء الثاني بيقول لي T6 plus T7 plus T8 خلاص يا مستر ممكن نقوم قايلين ايه نقوم قايلين ان A plus كام دي يا ولاد A plus كام دي مم. على فكرة في تريك هبقى أقول لك عليها يعني واحنا كنا جبنا سيرتها المره اللي فاتت في سؤال كده في التشوز ولكن هقول عليها بعد ما احل دي ماشي لو عايز يعمل t 6 بلس تي 7 بلس تي 8 بس بالذات لو حاجه زي كده t 6 اي بلس 5 دي بلس التي 7 اللي هي اي بلس كام دي بقى تي 7 اللي هي كام دي 6 دي t 8 اللي هي A plus 7 دي أقل منها بواحد الكلام ده 54 A plus A plus A يبقوا كام واحدة من A يا ولاد يبقوا 3a 5d plus 6d plus 7d يبقوا كام واحدة من الدي طبعا نقدر نقول 6 plus 7 13 13 plus 5 اللي هي 18d الكلام ده equal 54 تيجي مثلا نعملها كلها divided by 3 يطلع الكلام ده بكام a plus م? a plus كام دي يا ولاد لو عملت ده divided 3 يطلع 6d الكلام ده Equal. هنعمل ده ديفايدد باي 3 يطلع بكام 54 ديفايدد 3 اظن يطلع بكام ثواني كده نعمل 54 ديفايدد باي 3 بقى تاني مود 1 ونعمل 54 ديفايدد باي 3 يطلع الكلام ده اظن ب 18 ايكوال oh, 18 ماشي يا اولاد لا ال 18 ده كده كان يعتبر الايه كان يعتبر الايكويشن الثانيه بعد ما انا جبت ده وجبت ده نقدر نقول ايه ساعتها بقى دلوقتي نحلهم مع بعض مود 5 1 لو انت عايز تحلهم تجيب لي الاي والدي تعالى كده يا سيدي اما نحلهم مع بعض المره دي برضو على الاي للسرعه شويه هحلهم بالكالكوليتر ادي الكالكوليتر بتاعتي اهي مود 5 بعدين 1 اول ايكويشن 1 2 2 صح 1 بعدين 2 بعدين ايكوال 2 اللي بعده 1 6 18 1 6 18 اول نمبر هيطلع لي ده الاي بنيجاتيف 6 والدي بكام ب4 يعني خلي بالك الاي طلع بنيجاتيف 6 والدي طلع ب4 معنى ايه الكلام ده معناه ان اول ترم عندي نيجاتيف 6 بعدين بزود 4 اعمل كده نيجاتيف 6 بلس 4 تطلع نيجاتيف 2 اعمل بلس 4 تطلع بوزيتيف 2 اعمل بلس 4 تطلع 6 وهكذا ادي شكل السيكونس بتاعي ماشي يا شباب ده كده كان يعتبر ايه كان يعتبر الكلام ده أه نيجي اللي بعده نيجي اللي بعده اللي بعده بيقول إيه بقى؟ بص يا سيدي، بيقول لي find the arithmetic sequence in which t5 equal to and t7 equal 8. خلاص على فكرة ممكن أحلها، t5 equal to t7 equal 8. هتعرف تجيب لي السيكونس إزاي؟ هفك t5 a plus 6d equal to، وهنا هتقول لي a plus، آه سوري، إحنا قلنا t5 a plus 4d، معلش. انا اسف انا انا ايه لاني بصيت على اللي جنبها A بلس 4 دي هي اللي ب 2 و A بلس 6 دي هي اللي بكام؟ هي اللي ب 8 حضرتك هتحل لي دول كده سريعا وتجيب لي السيكونس هتطلع ال A معاك بكام؟ هتطلع على طول بقى لو حليناها هتطلع ال A بنيجاتيف 10 وهتطلع ال D بكام؟ بوزيتيف 3 انت عرفت منين يا مستر ما يا ابني ما انا شايف السيكونس هنا بعيني اهي صح يعني السيكونس بتاعتي نيجاتيف 10 بعدين بزود 3 تطلع نيجاتيف 7 بزود 3 تطلع نيجاتيف 4 بزود 3 تطلع نيجاتيف 1 وهكذا ده منظر السيكونس ماشي ده اظن كان الجزء السهل هتحل التو ايكويشنز دول وجبنا الكلام ده بعد كده بيقول لي ايه بعد ما انت جبت السيكونس بيقول لك فايند ذا اوردر اند ذا فاليو اوف ذا فيرست تيرم ويتش اكسيدز ال 143 يعني ايه يعني تي كام تي كام اللي اكبر من ال 143 بس هتقول لي اي بلس ان ماينس 1 تايمز الدي بيجر زين 143 زي بالظبط اللي احنا كنا بنحلهم في اخر الفيديو الاول تعال ما نكمل هنا الاي بكام الاول نيجاتيف 10 بلس ان ماينس 1 تايمز الدي الكومن ديفرنس اللي هو ب 3 تقول لي الكلام ده بيجر زين 143 اول حاجه تاخد الماينس 10 ترميها هناك بالبلس تبقى 153 وهنا ان ماينس 1 تايمز 3 حضرتك هتيجي يا باشمهندس تعمل لي 153 اوفر كام؟ اوفر 3 اهو تعالى كده اما نعمل الكلام ده 153 اظن هتطلع ب 51 يعني 51 وادي ال 1 وادي لي دي هناك تطلع ال n بيجر زان خلي بالك بقى بيجر ال 52 اللي اكبر من ال 52؟ يبقى يعني انا بتكلم على الترم اللي اكبر من ال 52 اللي هو الـ 53 اه يعني انت عايز الترم رقم 53 ده T 53 هو ده اول واحد اكبر من اللي اجابته لو قعدت ازود 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 كل شويه عمال ازود سري ازود سري ازود سري في السيكونس صح بزود سري, بزود سري بزود سري بزود سري بزود سري او لما اوصل عند الترم رقم 53 ده هيكون اول واحد اكبر من ال 143 بعد كده بيقول لك ايه طب الفاليو بتاعه كام اكيد هيطلع حاجه اكبر من ال 143 اللي هو كام يعني تعال نحسبه هتحسب T 53 A plus 52 D صح؟ عندي ال A وعندي ال D هيطلع ال T 53 بكام؟ زي ما مكتوب لك هنا على طول بقى 146، تحط مكان ال A نيجاتيف 10 وتحط مكان ال D يا باشمهندس بكام؟ ب 3، لأن أنا عارف إن ال D ب 3. ماشي يا شباب، أظن يعني لو أنت فاهم أنت بتعمل إيه هتلاقي الموضوع بالنسبة لك بسيط جداً 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 جداً. نيجي للكويستشن اللي بعده، بيقول لي فايند the arithmetic سيكونس، إن which T1 minus T6 Equal 25 طبعا دي هجيب منها اول equation وكمان بيقول لي t7 plus t8 الكلام ده ب95 دي هجيب منها تاني equation طيب ال t1 بايه minus t2 اللي هو بكام a plus 5d خلي بالك انا حاطط جوه براكت الكلام ده equal 25 الماينس دي على الاثنين دول يا شباب يعني ايه minus a minus 5d الكلام ده equal 25 ايه ده a ماينس اي ده مفيش فيش اي يطلع نيجاتيف 5 دي ايكوال 25 يعني الدي بكام بنيجاتيف 5 ايه ده انا جبت الدي مره واحده ده انا عارف ان كل شويه عمال انقص 5 طب ناقص اجيب الاي اجيب الاي منين ما انت عندك ايكويشن ثانيه اهو اي بلس 6 دي دي تي 7 88 8 اي بلس 7 دي الكلام ده ب 95 اي بلس اي يعني 2 اي 6 دي and 7 دي is 13 دي الكلام ده ايكوال 95 عوض على طول عن الدي بنيجاتيف 5 من عندي الدي يعني 2a بلس 13 تايمز negative 5 ايكوال 95 احسب دي كده وديها هناك بعدين اعملها ديفايد 2 تطلع ال A بكام بقى معاك يا باشمهندس زي ما احنا شايفين هنا تطلع ال ب 80 على طول مره واحده يبقى السيكونس بتاعتي 80 بعدين نقص 5 تبقى 75 نقص ليه عشان الدي بالنيجاتيف صح نقص 5 كمان تبقى 70 نقص 5 كمان تبقى 65 وهكذا ادي السيكونس بتاعتي بعد كده بيقول لي بعد ما عملت جبت السيكونس ايه الفاليو بتاع الفيرست نيجاتيف تيرم نقوم عاملين نفس الكلام بس على ما نصغر ده كده شويه نصغر كده الايه الكلام ده شويه ماشي هو في براكت ما اتاخدش مش مهم <applause> يعني معلش اهو نقوم جايين كده ونمسح امسح الجزء ده امسح البراكت ده ونحطه تاني اهو ده كان منظر السيكونس بتاعتنا انا عايز اعرف بقى الفيرست الفيرست نيجاتيف تيرم اول تيرم نيجاتيف يعني انهي تيرم اللي سمولر زان الزيرو صح مش نيجاتيف يعني سمولر زان الزيرو لو تقدر حتى ترجع للفيديو اللي فات كنا حلينا مسائل على الجزء ده كتير قوي اللي هو الفيرست نيجاتيف والفيرست بوزيتيف طيب اي تي ان اي بلس ان ماينس 1 تايمز الدي سمولر زان الزيرو الاي بكام يا اولاد اي تي بلس n-1 multiplied by d common difference اللي هو negative 5 smaller than 0 هنودي ال80 هناك يعني n-1 times negative 5 smaller than 0 minus 80 يعني negative 80 بعدين هنعمل divided كام بقى؟ negative 5 قلت لك أول ما تعمل divide negative تعمل لي إيه في العلامة؟ اقلب العلامة negative 80 divided by 5 أظن يطلع بـ 16 يعني n ماينس 1 بيجر ذان 16 هتودي الـ 1 هناك يعني ال bigger بيجر ذان 16 بلس 1 يطلع 17 الأكبر اكبر من ال 17 انا عايز الـ 18 الأكبر من ال 17 هو ال 18 هو ده الترم اللي هيطلع لي فيه اول رقم نيجاتيف البتاعه دي هتفضل تقل 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 لحد اما يطلع لي عند الترم رقم 18 هيبقى اول رقم نيجاتيف بتاعي طب الفاليو بتاعه بكام احسبه احسب a بلس n ماينس 1 تايمز d A بلس 17D مش هو ده الفاليو بتاعه احسب الA عندك 80 بلس 17 بلس N-1 اللي هو 17 بلس D بقى دي احنا قلنا بكام ب-5 حضرتك تحسب لي الكلام ده يطلع اول ترم نيجاتيف معاك ب-5 ماشي يا شباب اظن يعني انا شايف الموضوع بسيط جدا نيجي اللي بعده بيقول لي إيه هنا find the arithmetic sequence whose sum of its fifth and tenth term equal 22 الترم الخامس والترم العاشر ب 22 يعني t5 plus t10 equal 22 ماشي t5 a plus 4d plus t10 a plus 9d الكلام ده ب 22 a و a يعني 2a 4d and 9d equal 13d equal 22 ماشي واركنها على جنب دي اول ايكويشن اهو فين تاني ايكويشن يا مستر تاني ايكويشن بيقول لي اند ذا ايت ترم از 3 تايمز الفورث ترم يعني تي 8 ايكوال 3 مرات الفورث ترم التي 4 معايا كده ال 8 ترم از 3 تايمز الفورث ترم 3 مرات التي 4 ايه التي 8 ده اللي هو ايه بلس كام بقى ايه بلس كام دي يا ولاد 17 3 تايمز 84 ده، A بلس 3 دي؟ ها اعمل مره 3 تايمز ده و 3 تايمز ده، يطلع 3a بلس 9 دي a ايه بلس 7 دي؟ تيجي نجمعها كلها في ناحيه واحده، تعالى كده بص انا هعمل ايه؟ هاخد الصغير هرميه ناحيه الكبير، همسك ده كده اوديه هنا، 3a ماينس يبقوا 2a، 9 دي ماينس 7 دي، صح 9 دي 7 دي يعني 2 دي، معايا كده الكلام ده ايكوال كام ما تبقاش حاجه زيرو عايز تعملها ديفايدد باي 2 يطلع إيه بلس دي 0 ديفايد 2 بزيرو طبعا ودي الايكويشن الثانيه يعني الاي هو هو اللي عايز يحلها بقى باي سبستيوشن وتبقى طبعا سهله برضو يقول لي ان الاي ايكوال نيجاتيف دي وتخش تحطها هنا تجيب لي الاي والدي انا ادي يا سيدي التو ايكويشنز اهم حلوين قوي كده ماشي مسكت التو ايكويشنز ادي التو ايكويشن هتجيب الاي والدي تطلع الاي مع حضرتك بنيجاتيف 2 وتطلع الدي مع حضرتك بـ positive 2 يعني السيكونس بتاعي نيجاتيف 2 بعدين بزود 2 تبقى 0 بزود 2 تبقى 2 بزود 2 تبقى 4 بزود 2 تبقى 6 ادي السيكونس بتاعتي بس هو عايز ايه عايز السيكونس ادي السيكونس شكرا خلصت المساله ماشي يا شباب طيب آه, نيجي يا اولاد للكويشن نمبر 10 تعالى كده نمسكها واحده واحده وده طبعا من الاسئله الرخمه قوي يعني بيقول لي find the arithmetic sequence in which the sum of t2 and t5 equal 40 t2 بلس تي 5 سوري ايكوال 4 ماشي طب ما دي اقدر اشتغل معاها شويه اقدر اقول a بلس دي بلس تي 5 اللي هي a بلس 4 دي الكلام ده ايكوال 4 a و a يعني 2a 1 يعني دي و 4 دي يعني 5 دي ايكوال 4 ادي الايكويشن الاولى تعالى كده بقى نشوف الايكويشن الثانيه بتقول ايه بص كده الايكويشن الثانيه بيقول لي ايه يا سيدي and the product and the product of t3 and t6 equals 7 product يعني تايمز يعني t3 تايمز t6 equals 7 آه دي هتطلع لي فيها second degree هيطلع a part 2 d part 2 عكس يعني إيه بص كده t3 اللي هي عبارة عن إيه a. a plus 2d مش دي t3 ده عايز يعمله تايمز a plus 5d مم. الكلام ده equal 7 يا نهار أسود على القرف طب نعمل إيه يا مستر ونتصرف إزاي ما قدامكش غير السبستتيوشن. طب يعني ايه يا مستر؟ بص يا سيدي، أول حاجة تعملها امسك المسألة اللي هي اللي هي اللي هي الفيرست ديجري، امسك الايكويشن دي. حاول تجيب الاي لوحدها، يعني 2a ايكوال 4-5d، اعملها ديفايد 2، يعني الاي عبارة عن 4-5d أوفر 2، شايف الايكويشن الجميلة دي؟ كل ايه هشيلها وحط مكانه الجزء الجميل ده. طيب، تعالى كده أما نشيل الاي هنا ونحط مكانه الكلام اللي أنت بتقول عليه ده. كل ايه هشيلها واحط مكانها 4 5d اوفر 2 عايز اعملها بلس 2d تايمز شيل الايه واحط مكانها 4 5d اوفر 2 بلس 5d الكلام ده ايكوال 7 تقول لها يا مستر طب دول اجمعهم ازاي على بعض ايه راي حضرتك بدل ال2d دي, دي اعملها كام حاجه اوفر 2 4 اوفر 2 صح؟ طيب. ليه 4 اوفر 2؟ عشان اعرف اجمعهم يبقى ليهم كومن دينومينيتور صح؟ كان بدل ال 2 دي حطيت مكانها 4 اوفر 2 كان ليهم السيم دينومينيتور يعني بدل ما اجمع يعني اقعد اعمل كروس مالتبليكيشن بدل ما اعمل كده انت فاهم ما انا عايز اعمل ايه؟ طب ال 5 عايزها حاجه اوفر 2 تيجي نعملها 10 اوفر 2 صح؟ 10 دي اوفر 2 حقي 10 اوفر 2 حاجتين ليهم نفس الدينومينيتور بنعمل ايه؟ بثبت الرقم اللي تحت واعمل اللي فوق بلس 4 ماينس 4 دي وبلس 4 دي يبقى ماينس 1 دي فهمت انا بعمل ايه فهمت ايه اللي انا عملته كده هنا بثبت الدينومينيتور هثبت ال2 واعمل 4 نيجاتيف 5 دي وبلس 10 دي ها نيجاتيف 5 بلس 10 يبقى بوزيتيف 5 دي الكلام ده يا اولاد ايكوال 7 تقول لي اه طب انا عايز اخلص من الدينومينيتور ده اعمل الايكويشن كلها تايمز كام اعملها تايمز 4 ليه لو عملت تايمز 4 هطير ال4 مع ال2 وال2 لان ده تايمز واعمل ال7 كمان تايمز 4 يتبقى لي 4 ماينس دي تايمز 4 بلس سوري 4 بلس 5 دي الكلام ده ايكوال ما تنساش 7 تايمز 4 28 شايف بقى الايكويشن الجميله دي انا هقوم جاي كده واصغر الكلام ده كله اخد كده كل هذا الهري اه انا كنت عايز اخد ده من غير الايكويشن دي نفسها أه؟ يعني على الله كده يكونوا بتاخدوا كلهم مع بعض أه؟ ما تاخدوش كلهم ولا حاجه أه؟ بس يعني ده كده اتنيلت خالص اهو لا 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 ايه اللي بيحصل ده؟ شوية ايه حاجات كده غريبة بتطلع في الشاشة ماشي اهو امسح الكلام ده دي يعني ده كان الايكويشن ال اللي تهمني طبعا كان ايه بس عشان محدش فيكم يتلخبط كان مكتوب هنا اوفر 2 وده اللي ده اللي كان حاصل يعني ماشي انا بقى كل اللي يهمني الايكويشن اللي هي اللي تحت دي همسك الايكويشن دي كده الايكويشن دي خدها وابتدي اشتغل عليها احنا بنعمل ايه فيها يا اولاد عشان نجيب نفكها بنعمل ديستريبيوشن او بنفويل فاكر بتفويل مره الفيرست تايمز فيرست سكند تايم سكند والمينز والاكستريمز 4 تايمز 4 يطلع 16 فيرست تايمز فيرست سكند تايم سكند يطلع نيجاتيف 5 دي بار 2 والمينز والاكستريمز تقول لي دول كده مستر 20 دي ودول كده نيجاتيف 4 دي يطلع ب 16 دي صح يطلع بكام ب 16 دي بوزيتيف 16 دي الكلام ده ودي الـ 28 هناك بقى بالمره 28 0 طبعا يطلع لي نيجاتيف 5 دي بار 2 ماشي هيطلع نيجاتيف 5 دي بار 2 بعدين بلس uh, 16 دي بعدين يا اولاد هنقوم قايلين minus 12 16 ونيجاتيف 28 يعني minus 12 equal 0 عايز تغير الاشارات بتاعتها اوكي يعني عايز عايز تودي كل حاجه الناحيه الثانيه عشان تبقى دي بار 2 بالبوزيتيف عادي انا بعد ما جبت الكلام ده هحلها عادي uh, بالكالكوليتور بقى ايكويشن سكند ديجري عادي تعالى كده اما نشوف كنا بنحلها ازاي هتقول لي مود 5 بعدين 3 نحط مكان ال A negative 5 equal نحط مكان ال D 16 نحط مكان آخر حاجة negative 12 يطلع الدي D معاك ب2 values D يا اما ب2 او الـ value الـ D ب2 يا اما الدي D بكام ال value الثاني D ب6 over 5 يبقى انا طلع لي حلين اثنين يا اما الدي ب2 يا اما الدي ب6 اوفر 5. طب تعالى كده لو الدي ب2 هات الايه اجيبها منين يا مستر؟ اجيب الايه منين؟ من دي شايف الايكويشن اللي بالازرق دي؟ هات a حط كده 4 ماينس 5 تايمز 2 اوفر 2 تقوم حضرتك جايب لي اول واحده لما الدي ب2 الايه بتاعتها بكام؟ حط كده 4 ماينس 5 تايمز 2 اوفر 2 هيطلع معاك يا سيدي الاي بتاعه حضرتك اظن في الحاله دي هتطلع بنيجاتيف 3 ماشي اهو لما تديه 2 هات الاي خش هنا كده هات الاي اعمل كده بالكالكوليتر 4 ماينس 5 تايمز 2 اوفر 2 واحسبها هتطلع بنيجاتيف 3 عشان ده 4 ماينس 10 اوفر 2 صح اوفر 2 4 ماينس 10 بنيجاتيف 6 اوفر 2 يعني نيجاتيف 3 ادي اول حاله طب تاني حاله هحط مكان الدي لما الدي بقى ب 6 اوفر 5 ماشي لما دي ب 6 اوفر 5 اعمل 4 ماينس اهو 4 ماينس 5 تايمز 6 اوفر 5 اوفر 2 هتلاقي ال 5 اتشالت مع ال 5 و 4 ماينس 6 بنيجاتيف 2 اوفر 2 يعني تطلع بنيجاتيف 1 هيطلع الاي بنيجاتيف 1 شوف بقى ايه ده معناته ايه يا مستر الكلام ده ده انا طلع لي حلين مره الاي بحاجه ومره الدي بحاجه مره الاي بحاجه ومره الدي بحاجه معناه ايه الكلام ده معناه ان عندي اتنين سيكونس اول واحده اول واحده بتبتدي بنيجاتيف 3 وكل شويه عمال ازود 2 زود 2 تبقى نيجاتيف 1 زود 2 تبقى 1 زود 2 تبقى 3 زود 2 تبقى 5 ادي اول سيكونس تاني سيكونس بتبتدي بنيجاتيف 1 وبعدين بعمل ايه بزود 6 اوفر 5 بلس 6 اوفر 5 تطلع 1 اوفر 5 بلس 6 اوفر 5 تطلع 7 اوفر 5 بلس 6 اوفر 5 وهكذا ماشي يا شباب ده كده كان المساله بتاعتنا فطبعا زي ما انتم شايفين هي طلع لي اتنين سيكونس ودي بتبقى من ارخم الحاجات لما يطلع لك تو ايكويشن واحده فيرست واحده سكت بيبقى فيها شغل شويه وبتضطر تعمل سبستيتيوشن طيب آه نيجي يا اولاد نخش على المساله نمبر 60 بص يا سيدي من اول نوع المسائل دي الدنيا بتختلف شويه بيقول لي ايه فور نمبرز فور من اريثمتيك سيكونس ليهم سيكونس معين ذير سم 36 خلي بالك الارقام دي ايه بالترتيب الاربعه دول بيعملوا لي سيكونس يعني ممكن اول ترم اسمه ايه اللي بعده اسمه ايه بلس دي اللي بعده اسمه A plus 2D، اللي بعده اسمه A plus 3D، صح؟ ماشي. واحد تاني يقول لي لا، طب هو أنا لازم أمشي بالترتيب ده؟ لا مش لازم. يعني ممكن يبقى إيه؟ ممكن أول ترم أنا حر أسميه A plus 3D. تاني ترم A plus 4D. تالت ترم A plus 5D. اللي بعده A plus 6D، أنا حر. ما هو بالترتيب أهو. سيكونس. كل شوية عمال بزود دي. واحد يقول لي طب انا ممكن ابتدي مثلا ممكن اكون بزود 2 دي اه ممكن يعني مثلا اول ترم a بلس 2 d اللي بعده a بلس 4 d اللي بعده a بلس 6 d اللي بعده a بلس 8 d صح عمال كل شويه بزود 2 دي ممكن ابتدي مثلا من a minus 3 d بعدين اجي مثلا ازود a minus 2 d, d بعدين زود دي كمان a d دي بعدين ايه صح ممكن تبتدي تزود 2 d وهكذا انت حر بتنقص دي طب تقول لي يا مستر انت ليه بتقولي الكلام ده اقول لك على حاجه انا هدفي دايما بيبقى في المسائل دول انا قريت كده لمحت بعيني بيقول لي زر سام 36 يعني لو عملتهم بلس بعض هيطلع 36 هدفي انا ممكن اختار صح اريح نفسي معناه ايه الكلام ده يعني ممكن اختار شويه ارقام كده مع بعض لما اجي اجمعهم على بعض اطير الديهات فيطلع لي الايهات مثلا بحاجه اه فسهل المساله على نفسي لو اخترت صح هتلاقي الدنيا بقت اسهل تقول لي يعني هي مستر. طب انا ممكن اختار صح ازاي في المساله دي بص يا سيدي لو لقيتهم اربع ارقام اختار اول رقم اسمه a ماينص 3 دي بعدين هزود 2 دي يبقى تاني واحد a ماينص دي حقي هزود 2 دي زود 2 دي هنا يبقى a بلس دي زود اللي بعده 2 دي رابع رقم يبقى a بلس 3 دي تقول لي طب انت عملت ايه كده؟ لا ده انا عملت كتير جرب كده بقى دول الاربع ارقام بتوعك اعملهم بلس كده بقى زي ما هو بيقول لك بيقول لك الصم بتاعهم ب 36 اعمل كده بلس هتلاقي الماينس 3 دي اتشال مع البلس 3 دي الله اكبر وهتلاقي الماينس دي اتشال مع البلس دي يا سلام بص طلع لك ايه الصم بقى بتاعهم بكام؟ هو قال لي الصم بتاعهم ب 36 اه يعني قصدك يا مستر دول هيطاروا بعض ده انا كده ما بقاش في دي في المساله طب ده كده حلو قوي بعدين نعمل ايه طيب؟ بعد ما عملنا الكلام ده خلاص يا سيدي قلنا ماينس -3D 3D. 3 دي هيشيل ال 3 دي، البلس دي هيشيل الماينس دي، يتبقى لك ايه وايه 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 يعني 4 ايه؟ اه ايه ده يعني الايه بكام؟ 36 دافيد 4 ب 9، واحد يقول لي ايه ده يعني اول ترم ب 9؟ لا يا حبيبي. اول ترم ما اسمهوش ايه، اول ترم اسمه ايه ماينس 3 دي. يعني 9 ماينس 3 دي، ده اول ترم، ثاني ترم 9 ماينس دي، ها؟ 9 3 d لان انا اللي سميته كده تاني ترم 9 d اللي بعده 9 d اللي بعده 9 3 d دي السيكونس بتاعتي ناقصنا اجيب الدي وابقى عرفت السيكونس طب اجيب الدي ازاي اداك معلومه ثانيه بيقول لك ذا سم اوف ذير سكويرز is 344 يعني عملت ده سكوير بتاع ده بلس السكوير بتاع ده بلس السكوير بتاع ده بلس السكوير بتاع, 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 بتاع ده الاجابه هتطلع 344 فك بقى يا باشمهندس معايا تعالى كده نمسك البراكت الاولاني الاولاني بارتو 81 انا هبتدي من الاول كده اوف 9 باور 2 81 سكند سكوير بوزيتيف 9 دي باور 2 فيرست تايم سكند تايم 2 يطلع نيجاتيف 54 d فكنا اول براكت بلس الاولاني بارتو 81 الثاني بارتو، 2 دي باور 2 فيرست تايم سكند تايم 2 negative 18 d plus الاولاني بار 2 تقول لي 81 الثاني بار 2 دي بار 2 فيرست تايم سكند تايمز 2 بوزيتيف 18 دي اللي بعده بلس الاولاني بار 2 81 الثاني بار 2 9D part 2 first time second times 2 positive, time, time, positive 54D الكلام ده ب 344 هل في حاجات تتشال مع بعض؟ اه بص كده minus 18D plus 18D minus 54D بلس 54 دي يتبقى لي 81 بلس 81 بلس 81 بلس 81 اللي هم 81 تايمز 4 صح؟ بلس 9 دي بار 2 و1 دي بار 2 يبقوا 10 دي بار 2 احط عليهم 9 دي بار 2 و1 دي بار 2 يبقوا 10 دي بار 2 10 و10 يعني 20 دي بار 2 الكلام ده ايكوال 344 تيجي حضرتك تعمل A4 times 81 وارميها هناك كده صح؟ 4 times 81 وارميها هناك هيطلع مع حضرتك The 20 دي بار 2 4 تايمز 81 بكام؟ اولا كده 4 تايمز 81 اظن إيه هي كام؟ يعني كده 4 اطلع بس الكالكوليتور كده ونقوم كاتبين يا ولاد 4 تايمز 81 يطلع بكام الكلام ده؟ ب 324 هوديها هناك بالماينس يعني اعمل بقى 344 ماينس 324 هيطلع بكام؟ ب 20 اه يعني 20 دي بار 2 ايكوال 20 يعني دي بكام؟ تقول لي الدي يا مستر الدي بكام؟ 20 الدي بار 2 20 ديفايدد 20 يطلع ب 1، يعني الدي يا اما ب 1 اور الدي بنيجاتيف 1. اممم تقول لي يا مستر يعني الدي بتاعتي اما بكذا يا اما بكذا. طيب يبقوا ايه النمبرز بتوعي بقى؟ بعد اما انا عرفت الكلام ده. تعالى كده يا سيدي اما نشوف النمبرز بتوعي، انا كده عرفت الدي، يعني لو انا اول ترم عندي اسمه اي ماينس 3 دي. تاني ترم اسمه يبقى اول ترم اسمه اي ماينس 3 دي اللي هو 9 ماينس 3 تايمز 1 يطلع ب 6 تاني نمبر 9 ماينس 1 يطلع بكام؟ ب 7 ب 8 بعد كده 9 بلس 1 يطلع 10 اللي بعده 9 بلس 3 دي اللي هو يطلع بكام؟ اللي هو 9 بلس 3 اللي هو يطلع 12 خلي بالك دي اول حاجه طب هل يا مستر ممكن تبقى نيجاتيف 1 تعالى كده اما نشوف النيجاتيف 1 هل هيختلف ولا اول ترم احنا قلنا المره دي بقى 9 بص هتلاقي السيكونس اتعكست خلي بالك انا جبت الاربع ارقام لما اجي احط ال n ال d ب 1 هيطلع لي نفس الارقام بس معكوسه يعني ايه بص كده 9 minus 3 تايمز negative 1 ما هي minus تقلب plus بقى تطلع 12 بعد كده هيطلع 10 بعد كده هيطلع 8 بعد كده هيطلع 6 ما هم نفس الاربع ارقام بس بتقلوا يا اما بيقلوا يا اما بيزيدوا دي السيكونس بتاعتي فهمت الـ الـ الفكره اللي طلعت لي ايه طبعا ده كان مساله تعتبر تقيله شويه نيجي يا اولاد لي نمبر 19 تعالى كده اما نشوف فكرتها بيقول لي واتس ذا فاليو اوف ان ان ذا arithmetic سيكونس whose فيرست تيرم از 3 ماشي بيقول لي عندي سيكونس اول تيرم فيها ب 3 يعني الاي ب 3 لو انا السيكونس بتاعتي بتبتدي من الاول اول تيرم فيها ب 3 ماشي بعدين بيقول لي وال تي ان ايكوال 39 وال تي 2 ان ايكوال 79 عايز يعرف السيكونس دي ايه طيب تعالى كده يا سيدي اما نبتدي ايه؟ نفك التي ان التي ان دي فكتها ازاي يا ولاد؟ تقول لي يا مستر التي ان دي فكتها اي بلس ان 1 تايمز الدي هو الـ ايه اللي ب 39 ال عندي 3 بلس ان 1 تايمز الدي انا ما اعرفش الدي بكام ب 39 تعالى اما نفك دي دي فكتها ازاي؟ اي بلس 2 ان 1 تايمز الدي ايكوال 79 ال إيه عندي اللي هو 3 بلس 2n-1 تايمز الدي ب 79 ماشي تيجي نودي الثري هناك يطلع n-1 تايمز الدي الكلام ده بكام يا ولاد؟ 39-3 يطلع ب 36 هنا 2n-1 انت واخد بالك كده طلع لي 2 unknowns <applause> في ايه؟ في حاجة واحدة 79-3 يطلع 76 معايا كده تيجي نعمل الدي ديستريبيوشن تيجي كده نعمل مرة ده تايمز ده وده تايمز ده وده تايمز ده وده تايمز ده ونبتدي كده نشوف ال ال الكلام هيطلع ازاي هنا ان دي ماينس دي ايكوال 36 طب هنا بنقول ايه 2 ان دي ماينس دي ايكوال 76 يا سلام ادي التو ايكويشنز بتوعي اهم شوف شوف كده التو ايكويشنز دول طب يا مستر وان ما انا عرفت الكلام ده تعال بقى نحاول نجيب ال إن ونحاول نجيب الايه يا اولاد ونحاول نجيب الدي ماشي نحاول نجيب ال N ونحاول نجيب ال D بص يا سيدي نمسكها كده واحدة واحدة نبتدي كده نحل الكلام ده واحدة واحدة ممكن مثلا نتصرف فيها ازاي يا ولاد تعالى كده اما ناخد اللي فوق equation انا بس هصغر ده كده استأذنكم عشان ايه يبقى عندي مكان برضو زي ما احنا بنعمل كده ونقعد نحل فيه ممكن مثلا نعمل دي كده ونبتدي نتصرف في دول ايه راي حضرتك امسك الايكويشن دي اعملها تايمز 2 تبقى 2 ان دي 2 دي ايكوال 36 تايمز 2 72 تمام 72 سوري مش 76 72 حط دي تحتها 2 ان دي ماينص دي ايكوال 76 طب انت ليه عملت كده اعملهم ماينص بقى عشان اطير دي مع دي او ممكن مثلا اغير اشارات دي يا سيدي خلي دي نيجاتيف دي بلس دي نيجاتيف أه؟ عملتها تايمز نيجاتيف 1 اد بالسلام دي اد ايكوال 4 عرفت الدي يا سلام انت طب ما انت كده عرفت السيكونس او رقم كان بكام مش كان ب 3 بعدين عمال اعمل ايه؟ بزود 4 زود زود 4 يا سيدي تبقى كام؟ تبقى 7 زود 4 تبقى 11 زود 4 تبقى كام؟ 15 اديني عرفت السيكونس وانس ان انا جبت السيكونس هو عايز ايه تاني؟ بيقول لي عايز الفاليو بتاع ال n اجيب ال n ازاي ما انت جبت الدي خش هات ال n استخدم اي ايكويشن من دول يا سيدي اهو استخدم دي n times d n times 4 minus 4 equal 36 هودي ال 4 هناك يعني 4n equal 40 يعني ال n بكام؟ ال n ب 10 عادي يا ها سيدي عرفت ال n معناته ايه الكلام ده بقى؟ يعني معناه يا ولاد الترم العاشر لو انا حسبت الترم العاشر اللي هو ال t هيطلع معايا ب 39 ولو حسبت الترم مش العاشر بقى 2 تايمز لو حسبت الترم 20 هيطلع ب 76 ده لو انت عايز تتاكد ماشي يا شباب ده كده كان السؤال ده نخش على السؤال اللي بعده نمبر 20 بيقول لي ايه a finite arithmetic sequence in which t1 is 7 اول ترم ب7 ماشي الاي ب7 يعني ماشي اهو الاي ب7 بعدين بيقول لي and t11 from the beginning is 47 اول ترم خالص من البدايه ب47 يعني ايه آه سوري ال T11 ال T11 ب 47 من البدايه يعني اللي هو ال T11 العادي يعني A plus 10D equal 47 اهو ماشي يا مستر طب ما انا عارف ان ال A بكام؟ ال A ب 7 plus 10D equal 40 equal 47 سوري انا كاتب ليه كاتب 74 equal 47 47 وادي ال 7 هناك يطلع 10D equal 40 يعني ال D4 يبقى السيكونس بتاعتي يا ولاد 7 بعدين كام؟ خلي بالك 7 بتزيد 4 11 بتزيد 4 15 بتزيد 4 وهكذا بتزيد 4 بتزيد 4 دي السيكونس بتاعتي ماشي عرفنا كده يا مستر السيكونس عفوا عرفنا كده السيكونس ماشي تعالى نمسح بقى الكلام ده كده ولا خليه خليه على جنب ماشي دي السيكونس بتاعتي عايز ايه حضرته بيقول لي فايند السيكونس جبنا السيكونس اهلا وسهلا بيقول لي ان بي تي 11 from the end is 395 يعني يا أولاد دي ليها ترم في الاخر انا عايز اعرف الترم اللي في الاخر ده بكام ماشي يعني هتفضل تزيد 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 لحد الترم الاخر وبيقول لي و تي 11 من اخر واحده يعني متخيل كده دي اللي مثلا أخرها ليها رقم رقم مثلا وليكن برقم معين ب 700 لما اقعد اقلل 4 اقعد اقلل 4 11 مره 11 مره هيطلع لي الرقم ده متخيل السيكونس بتاعتي بتبتدي في 7، بعدين 11، بعدين 15، بعدين مكمله 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 في ترم في الاخر لانها بتخلص. لو رجعت لورا 11 مكان 11 مكان هلاقي الرقم اللي انا عايزه اللي هو 395. طب ده معناه ايه؟ تقول لي معناه يا مستر ان اللاست ترم هنا اعتبر كده ان انا عايز اجيب التي 11 بس الاي بتاعي هو اللاست ترم. امم يعني قصدك يا مستر ال T11 من الآخر أنا ممكن أقول بدل A+، أولاً هو بيقل في 4، فالـ D بتاعته كأن الـ D ممكن أعوّض عن الـ D بكام بقى؟ ها؟ بنيجاتيف 4، صح؟ والـ last term بتاعه اللي هو سميه نسميه L مثلاً. أنت فاهم كده؟ L+ N-1 تايمز الـ D، الـ D هنا هحطها بنيجاتيف 4، والـ N ده اللي هو الـ 11. امم يعني L+ 10 D صح؟ دي بقى حطها احنا قلنا بكام بقى؟ نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 الكلام ده يا ولاد نقدر نقول عليه ب 395 ايه اللي انا هجيبه من هنا هجيب ال هجيب اخر ترم اه يعني ال 40 equal 394 ودي دي هناك 394 صح ولا 300 كان قال لي 395 سوري 395 نودي ال 40 هناك يطلع ال بكام يا ولاد؟ آخر ترم خالص عندي، لو عملت الاثنين دول بلس بعض يطلع يا سيدي بـ 300، 435. اه يعني أنا يا مستر معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده يا ولاد إن أنا السيكونس بتاعتي بتبتدي ب 7، بعدين 11، بعدين 15، وهكذا وهكذا وهكذا, وهكذا لحد آخر ترم 435. أنت متخيل الكلام ده؟ ده كان الترم الأخير، هو عايز إيه بقى؟ هو عايز ده، أو ده عايز الترم الأخير. اللي هو اخر واحد يبقى انت بس عشان تفهم انا عملت ايه انا اعتبرتها سيكونس بتقل عماله تقل من الاخر بحيث ان اول ترم بتاعها قل وتفضل تقل 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 لحد ما توصل للاول ماشي يا شباب طبعا هل في حلول تانية؟ اكيد طبعا ممكن يبقى في حلول تانية ولكن انا اخترت الحل ده نيجي يا اولاد النوع اللي بعده من المسائل معلش الدرس ده طبعا طويل قوي يعني وافكاره كتير بس عشان انا بختار دايما احل كتير هيتكلم على المينز احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت كده وشرحنا بسرعه ان المين بتاع اني تو نمبرز بيبقى السم اوفر عدده ولو انا قلت لحضرتك مثلا عندي سيكونس زي 2 3 5 6 7 8 خلينا كده نتفق على حاجه ده كان الاي بتاعي صح ده الاي بتاعي الارقام دي ارقام اقدر اقول عليها المين اللي انا مدخلها ما بين ال2 وال8 صح يعني عندي 2 وعندي 8 مدخل ما بينهم كام رقم معامل انسرت الفور نمبرز ده بنسميه الفيرست مين المين الاولاني انت متخيل هو السكند تيرم بس المين الاولاني ده الثيرد تيرم بس المين الثاني السكند مين ده اسمه الثيرد مين الترم الرابع ده اسمه الثيرد مين فهمت كده الفرق ما بينهم بايه تعالى بقى لو الكونسبت ده عندك تعالى اما نبتدي نحل في المسائل دي بيقول لي كده يا سيدي بسرعه ان ان اريثمتيك سيكونس الفيفث مين الترم الفيفث مين اللي هو الترم الكام الترم السادس صح نيجي اللي بعده بيقول لي ذا اريثمتيك مين اوف ذا تو نمبرز 8 و12 قلنا بنعمل 8 بلس 12 ديفايد 2 يطلع ب 10 ماشي هنا بيقول لي if the arithmetic mean of two numbers x and 26 يعني لو عملت x plus 26 over 2 بيقول لي الاجابه arithmetic مين بتاعهم ب 21 طب خلاص يا سيدي كروس multiplication 2 تايمز 21 يطلع 42 ايكوال x plus 26 وادي 26 هناك وتطلع لي الاكس ماشي كده تعمل ده ماينص ده تطلع الاجابه لحضرتك بكام هتطلع ب 16 ماشي نيجي اللي بعده اللي بعده بسرعه كده يا شباب ممكن نقول ايه؟ اللي بعده بيقول لي اف x is smaller than 0 بيقول لي ان 7x بعدين 8 بعدين x باور 2 minus 2 is an arithmetic sequence خلي بالك ده اول ترم ثاني ترم ثالث ترم احنا كنا اتكلمنا اظن على الكلام ده عايز يعرف الاكس بكام؟ قدامك كذا حل بص كده ممكن واحد يقول لي يقول لي يا مستر الديفرنس بتاعهم قد بعض يعني ايه؟ لو انت فاكر كده كنا بنقول مره ده ماينس ده هو هو ده ماينس ده صح؟ يعني ممكن تقول لي اكس باور 2 ماينس 2 ماينس 8 هو هو ال8 ماينس 7 اكس وتطلع لي الاكس ايكويشن كلها في ناحيه واحده وتبتدي تحلها وهتطلع معاك صح طبعا. واحد ثاني يقول لي يقول لي لا طب ما انا عارف ممكن اجيبها عن طريق المين مش ده الترم ده والترم ده لو عملتهم بلس و دافيد 2 يطلع لي ال8 يعني اكس باور 2 ماينس 2 اعمله بلس 7 اكس اوفر 2 يطلع لي الاجابه 8. اه كروس مالتي وتحلها. هتطلع الإكس. خلي بالك هيطلع لك الإكس دي سكند ديجري هيطلع لك حلين، هو قال لك بقى اختار الحل النيجاتيف. أنت فاهم اللي هو عايزك تعمله إيه؟ تختار الحل النيجاتيف هيطلع مع حضرتك الإجابة بكام يا سيدي؟ هتطلع بنيجاتيف ماين. ماشي؟ قدامك الحلين تختار الحل اللي يريحك. هنا بيقول لي إف واي إز ذا أريثمتيك مين أوف إكس أند زد. معناه إيه الكلام ده؟ يعني إكس بلس زد أوفر 2 يديني الواي. أعمل كده 2 تايمز واي يعني 2 واي. ايكوال اكس بلس زد هو عايز اكس بلس زد تو واي اهو يا سلام ماشي يعني هنا بيقول لي اف اي بار 2 بي بار 2 سي بار 2 are ان ار ان اريثماتيك سيكونس يبقى البي بار 2 عباره عن ايه تعالى اعمل كده مش دول arithmetic سيكونس يعني اي بار 2 بلس سي بار 2 اوفر 2 equal بي بار 2 فهمت كده الفكره في ايه اهو اللي هو ده عملت ده بلس ده divided 2 يطلع لي اللي في النص ماشي يا شباب ده يعني الفكره الايه الفكره العامه للمسائل دي ماشي ده الفكره العامه للمسائل دي نيجي اللي بعده بيقول لي when we insert لما بدخل a number of arithmetic sequence ما بين الاي والال ما بين اول ترم واخر ترم بيقول لي then the last term is not تخيل كده معايا لو انا مثلا هدخل خمس ارقام في النص ما بين دول خمس ارقام هدخل كده خمس حاجات واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه احط خمس ارقام ده الترم الاول الخمس ارقام دول الاخير ده هيبقى كام هيبقى السابع صح هيبقى الترم الكام هيبقى الترم السابع انت متخيل الفكره كلها في ايه ماشي وده الترم الاول المين الاول قلنا اللي هو تاني ترم وهكذا طيب هو بيقول لي ايه زين مين اخر مين هو الترم اللي قبل الاخير ال دي انت فاهم الفكره كلها في ايه طب اللي قبله ال ماينس 2 دي اللي قبله وهكذا ماشي يا شباب طيب نيجي يا اولاد لكويشن 8 إيه؟ تعالى كده اما نشوف بقى بيقول ايه لان كده ايه يعني ده فيه تشغيل مخ شويه بيقول لي if a and b are two arithmetic means ما بين الـ x وال y عندي الـ x وال y وادي ال a وادي ال b ماشي عايز يعرف ايه الاستاذ ده بيقول لي انا عايز اعرف y ماينس x خلي بالك y ماينس x مش كل شويه عماله تزيد دي بص بزود دي 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 واي ماينس اكس مش عباره عن ايه؟ عملت واي ماينس الاكس يعني عملت ده ماينس ده هيبقى 3 دي أو طب ايه ماينس بي؟ دي واحده تطلع الاجابه 3 انت فاهم الفكره العامه كلها في ايه؟ ده يعني ده الايه؟ ده الفكره للسؤال ده نيجي اللي بعده اللي بعده بيقول لي if t n is an arithmetic sequence ماشي where t n equal 3 n plus 2 ماشي يقول لي then the arithmetic mean between t 5 and t 11 قلنا يا اولاد كنا بنعمل ايه عشان نجيب الاريسماتك مين ما بينهم كنت ممكن اعمل t 5 بلس تي 11 divided باي 2 وتبتدي تفك يعني ايه يا مستر هجيب التي 5 بجيب التي 5 منين ما انت عندك تي ان اهي حط كده الان 5 3 تايمز 5 بلس 2 يطلع الاجابه 17 او 17 بلس طب t 11 هجيبها منين عايز اعمله بلس حاجه divided 2 t 11 3 تايمز 11 بلس 2 يطلع 35 اعملها divided 2 تحسب الكلام ده 17 plus 35 divided by 2 تعالى كده يا سيدي لما نحسب الكلام ده اهو ادي الكالكوليتر بتاعتنا ونبتدي نحسب يا اولاد 17 سوري اجيبها هنا كده عشان تبقوا شايفين نعمل 17 plus 35 سوري plus 35 بعدين divided 2 يطلع الكلام ده بكام يا اولاد؟ ب 26 يبقى الاجابه بتاعتنا هتطلع بكام؟ ب 26 عفوا الإجابة بتاعتنا تطلع بـ 26 نيجي اللي بعده يقول لي if 1 and x and y form an arithmetic sequence الـ y power 2 equal x هل همسح ده معلش بقى تعالى كده ما نخلينا هنا ماشي بيقول لي y power 2 equal x y is not equal to x is not equal to 1 طيب الـ 1 والـ x والـ y بيعملوا لي arithmetic sequence طيب مش أنا عارف إن 1 plus y over 2 equal x ماشي اعمل كده cross multiplication 1 plus y equal to x يعني ال y عبارة عن 2x 1 هو ايه اللي معلومة ان ال y power 2 بتساوي x ال y power 2 equal x عوض شيل ال y وحط مكانها 2x 1 power 2 equal x بس وابتدي فكه هات لي ال x بعد ما تجيب ال x خش هات ال y يعني يا مصر الاولاني power 2 4x power 2 التاني power 2 1 first time second times 2 minus 4x الكلام ده x وديلي ال x هناك كده صح؟ يعني الكلام ده بقت equation هنقل ال x هنا تبقى minus 5x صح؟ أشيل الـ x من هنا وحط minus 5x equal 0 بس يا سيدي ابتدي بقى حل لي الايكويشن دي بالكالكوليتر او باي طريقه انا هحلها اهو بسرعه اها الـ الايكويشن دي انا خلي بالك انا بجيب الايه بجيب الاكس ماشي مود 5 بعدين ايه 3 4 بعدين نيجاتيف 5 بعدين 1 يطلع معايا الفاليو بتاعي بكام يا اما الاكس ب1 يا اما الاكس ب1 اوفر 4 ماشي طب انهي حل الاثنين هياخدوا معايا اهو يا اما الاكس قلنا ب1 يا اما الاكس بنيجاتيف ب1 اوفر 4 صح أه؟ مش كانت 1 1 اوفر 4 ولا كانت كام اظن كانت 1 1 اوفر 4 اه قلنا كام 1 1 اوفر 4 مظبوط يبقى قدامي الحل من الاثنين دول بس استنى ده ده الاكس هو مش عايز الاكس هو عايز الواي خش هات الواي هاتها من هنا لو الاكس x ب 1 2 تايمز 1 ماينس 1 تطلع ال y 1 ده حل بس هو بص قايل لك هنا ان ال x مش قد ال y مش قد ال 1 فما تاخدش الحل ده اه ده ناخد الحل الثاني حط كده مكان ال x 1 اوفر 4 2 تايمز 1 اوفر 4 ماينس 1 2 تايمز 1 اوفر 4 ماينس 1 تطلع معايا ب half minus 1 يعني تطلع بنيجاتيف negative half يبقى الإجابة بتاعتي هتكون كام يا اولاد هتكون negative half ده كان السؤال اللي هو نمبر 10 طيب نيجي يا شباب لكويستشن نمبر 11 بص كده كويستشن 11 بيقول لي ايه بيقول لي انا عندي اكس وعندي 4 اكس بلس 1 وعندي اكس بلس 2 واي وعندي 3 واي بلس 2 بيقول لي ان دول بيعملوا لي اريثمتيك سيكونس عايز يعرف الواي بكام ركز بقى معايا عشان دي هتاخد مننا وقت شويه بص يا سيدي اولا انا عارف ان كل واحد ماينص اللي قبله بيطلعوا قد بعض صح؟ يعني أقدر أقول إن 3y plus 2 minus اللي قبله اللي اسمه x plus 2y equal الـ x plus 2y minus اللي قبله صح؟ minus ال 4x plus 1 اه بلس ال1 يعني, يعني يا ريت دي تكون واضحه عندكم في الشاشه بلس ال1 اعملهم ماينص كده تقول لي يا مستر 3y ماينس طبعا المينس على الاثنين دول خلي بالك 3y ماينس 2y يطلع بـy واحده وادي بلس 2 وادي ماينس x يكول الاكس ماينس برضه المينس على الاثنين دول اكس ماينس 4x نيجاتيف 3x و2y ماينس 1 ادي 2y هي بلس 2y وفي هنا ماينس 1 جمع لي الاكسات في ناحيه والوايات في ناحيه تعالى مثلا نجمع ايه نجمع الاكسات في ناحيه يا سيدي ارمي لي الاكس هنا كده اهو خلي الاكس هنا وادي دي هناك كده بالبلس يطلع نيجاتيف 3 اكس اوديه هناك بالبلس يبقى 3 اكس ماينس اكس يعني 2 اكس صح بعدين ناخد الوايات يا سيدي ارميها هنا 2 واي ماينس واي في هنا وهي واحده طب وال2 يا مستر اللي هنا دي يا سيدي سيبها هي بلس 2 وهنا في ماينس 1 اهي ماينس 1 جمع الارقام في ناحيه تحب نجمع امسك الماينس 1 ده هناك يطلع الواي عباره عن ايه 2 اكس بلس 3 معايا كده يا شباب جبت فاليو للواي بعد ما انا جبت فاليو الواي خش بقى اكتب لي السيكونس ثاني بطريقه بقى بنت كده، x، بعدين 4x بلس 1 بدل ما دي يا مستر الاكس x بلس 2y، لا انا هكتبها x بلس، بص بقى بدل ال 2y، 2، 2x بلس 3. اه ده كده بقت جميلة، بص مرة 2 تايمز ده، والـ 2 تايمز ده، يعني السيكونس بتاعتي x، بعدين 4x بلس 1، بعدين x و 2x، يعني 4x بلس 6 طبعا x و 4x يعني 5x plus 6 ادي السيكونس بتاعتي وفي طبعا ترم تاني بعدها بس انا مش محتاجه ليه يا مستر؟ لانك يا ابني من هنا ما هو ده ماينس ده هو هو ده ماينس ده وتقدر تجيب لي من خلاله الاكس يا نهار اسود على اللفه السوداء اعمل ده ماينس ده يا سيدي 5x ماينس 4x باكس واحده و6 ماينس 1 ب 5 صح كده ايكوال 4x إكس ماينس x إكس ب 3x بلس 1 وادي كده لده هناك 3x ماينس x يعني 2x نكتبها هنا اهو 2x ماشي يا سيدي وهودي ال1 هنا يطلع ب 4 يعني الاكس بكم من الاخر بعد كل الهري ده يا نهار اسود الاكس ال2 بعد ما جبت الاكس ال2 خش هات لي الواي 2 تايمز 2 بلس كام يا سيدي بلس 3 يا نهار اسود يطلع ب 7 يعني الاجابه في الاخر هو كان عايز عايز الاكس ولا الواي هو عايز يا سيدي يا عم ده عايز الاكس خلاص ده عايز الاكس الاكس ال2 عايز الواي الواي ب 7 اديني جبت الاكس وجبت الواي. طبعا يا اولاد مساله سخيفه جدا 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 وطويله قوي يعني. نيجي اللي بعده ولكن انت لو فاهم بتعمل ايه هتلاقي ان شاء الله الدنيا كويسه معاك. بيقول لي ايه وبي وسي ودي از Arithmetic سيكونس. ماشي. ادي يا سيدي الايه وادي البي وادي السي وادي الدي. بعدين بيقول لي البي ب8. ماشي يا سلام ده راجل محترم. اما كده البي اقدر اشيل البي اللي هنا دي واكتب مكانها 8. ماشي. كويس. Then the arithmetic mean of the numbers a, b, c equal A بيقول لي لو أنا عايز أعرف الأرثمتيك مين بتاع الثلاث أرقام دول، ده وده وده بكام؟ يعني إيه؟ يعني عايز يعرف المين بتاع الثلاثة دول، لو عملت a plus 8 بقى، plus c over 3 بكام؟ هو ده اللي هو عايز يعرفه. تقول لي بس أنا خلي بالك أنا عارف معلومة، أقول لك عارف، ما. أنا أقدر أطلع ال a plus c، إزاي؟ مش انت عارف ان الاي دي هي اللي في النص ما بين الاي والسي يعني اي بلس سي ديفايد 2 بـ 8 اه يعني الاي بلس السي بكام يا باشمهندس ب 16 اه يعني انت قصدك يا مستر اقدر اشيل الاي بلس السي دي واحط مكانها 16 بلس 8 اوفر 3 اه 16 بلس 8 بكام لو حسبنا كده 16 بلس 8 يطلع 24 24 اوفر 3 يطلع بـ 8 يعني كل الكلام ده ب 8 ماشي يا شباب ده كده كان نمبر 12 اظن يعني انا شايف انها مساله آه الى حد ما سخيفه شويه ماشي يا شباب طبعا مسائل تشوز معلش انا مش عايزك تحبط هي بص بتبقى دايما مسائل سخيفه قوي تعال كده اما نشوف هنا بيقول لي ايه بيقول لي ذا ديفرنس بتوين تو نمبرز از 5 تعال اما نسمي الرقمين دول اكس واي الديفرنس بتاعهم ب 5 اكس ماينس واي ايكوال 5 ماشي والاريثماتيك مين بتاعهم ب 6 اند هاف يعني يعني اكس بلس واي اوفر 2 ب 6.5 عايز يعرف التو نمبرز او تو ايكويشنز في تو إليه اكس ماينس واي ايكوال 5 واعمل كده 2 تايم 6.5 يطلع بكام يطلع ب 13 اكس بلس 1 بس ادي ايكويشن وادي ايكويشن حطهم لي تحت بعض اهو اكس بلس واي ايكوال 13 ادي يا سيدي واي واي بالسلامه يعني 2 اكس ايكوال كام 5 بلس 13 يطلع بكام يا شباب يطلع يا سيدي ب 18 يعني الاكس بكام الاكس ب 9Once انك جبت الاكس خش هات لي الواي يطلع الواي بكام ال ب 4 يبقوا الرقمين بتوعي 9 و4 ماشي اللي بعده سؤال كمان كده بيقول لي تو نمبرز وان اوف ذم يعني لو الرقمين واحد اسمه اكس وواحد اسمه y بيقول لي واحد منهم وان اوف ذم از تو مور ذان توايس الاذر يعني واحد منهم وليكن الاكس اكبر من توايس الثاني ب اكبر من ال 2 y ب 2 ادي اول ايكويشن ماشي بيقول لي if the arithmetic mean is 4 and a half and a half يعني ايه يعني لو عملت x plus y over 2 ب 14 and a half بس اعمل كده x plus y بكام يا سيدي 2 times 14 and a half يطلع ب 29 ماشي بعد ما انا جبت ادي اول equation وادي تاني equation اكتبها تحتها x plus y equal 29 تحب مثلا نيجي لتاني واحده دي نحط لها نيجاتيف 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 عشان اطير الاكس مع الاكس نيجاتيف 2 واي ونيجاتيف 1 واي يبقوا نيجاتيف 3 واي ونيجاتيف 29 بلس ده يطلع نيجاتيف 27 اعمل ديفايد يا سيدي نيجاتيف 3 تطلع الواي بكام ب 9 بعد ما عرفت الواي ب 9 خش هات لي الاكس من اي ايكويشن هات الاكس من هنا تطلع الاكس بكام ايه الرقم اللي بلس 9 اللي يديني 29 تطلع الاكس ب 20 اديني عرفت الاكس وعرفت الواي ماشي يا شباب نيجي لاخر انواع مسائل بقى اللي هي انسيرت ارقام ما بين حاجتين انا عندي رقمين زائد 27 ده أول رقم في السيكونس وآخر رقم نيجاتيف 24 عايز أحط ما بينهم 16 رقم يعني عايز أنسيرت كده ما بينهم 16 نمبرز 16 رقم في النص هيتحطوا في الخانات دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أنت متخيل 16 رقم هيتحطوا في النص ما بينهم طيب احنا قلنا دايما في نوع المسائل دي اول ترم ده ده بنسميه ايه الفيرست ترم ده الايه الايه ب 27 طب اخر ترم ده ده تي كام ده خلي بالك انا هحط في النص كده 16 رقم يبقى ده هيبقى الترم الكامل اللي في الاخر ده بقى ها آه الترم الكامل اللي في الاخر خالص هنحط 16 رقم ده بقى الترم ال 18 بنيجاتيف 24 اه يعني a بلس 17 دي نيجاتيف 24 ال a ب 27 بلس 17 دي يطلع نيجاتيف 24 وادي 27 هناك بالماينس يطلع 17 دي ايكوال نيجاتيف 24 ماينس 27 تعالى كده اما نحسب الكلام ده نيجاتيف اهو نرجع الكالكوليتور تاني نيجاتيف 24 ماينس 27 يطلع بكام بنيجاتيف 51 نعملها ديفايد باي 17 يطلع على طول احنا قلنا دي هتطلع بنيجاتيف 51 ماشي بعدين تطلع الدي بنيجاتيف 3 وانسى ان حضرتك جبت الدي بنيجاتيف 3 يعني ايه يعني السيكونس بتاعتي بتبتدي ب 27 الرقم اللي بعده نقص 3 يطلع ب 24 نقص اللي بعده يطلع بكام؟ نقص 3 يطلع 21 نقص 3 وهكذا اقعد اطلع دي شكل السيكونس هو بيقول لك انسيرت بس هحط ارقامي من اول ال 24 لحد الحاجات دي هي دي اللي هحشرها في النص انت فاهم كده؟ اقعد احشر الارقام دي يقول لك ان انت لو قال لك دايما بيقول لك اكتب السيكونس يعني دي السيكونس بتاعتك ماشي؟ نيجي للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي انسيرت 8 مينز ما بين نفس الفكره لوج 2 ولوج 1024 ماشي تعالى كده ما نمسكها واحدة واحدة، هدخل كام؟ 8 تيرمز، 8 تيرمات. أنا ليه كاتب؟ أه أنا كاتب اللوج، معلش واحدة كده أهي. طيب، هدخل 8، يعني الـ بكام؟ لوج 2، صح؟ وده الترم الكام لو حط 8 أرقام ما بينهم، ده الترم العاشر، صح؟ الترم العاشر بلوج 1024. يعني 9 d يكوال لوج 1024. خلي بالك 1024 ده رقم. صح يعني ده مش عايزك تتلخبط يعني log 2 plus 9d equal log 1024 هودي log 2 هناك بالماينس يعني 9d equal log 1024 minus log 2 صح ايه ده يا مستر يا سيدي ممكن لو انت متلخبط احسبه بالكالكوليتر ولكن احنا قلنا log minus log يعني divide log اعمل لي الرقم ده ديفايدد ده 1024 ديفايدد 2 يطلع بكام ب 512 ماشي ايكوال 9 دي تقول لي هعملهم ديفايد يعني الدي عباره عن كام لوج 512 ديفايدد باي ال 9 ماشي يا شباب ده كده كان يعتبر الايه الكلام طب هو ايه معلش اللوج اللوج الرقم اللي هو 500 هل ينفع يتبسط عن كده يعني هل ممكن الرقم ده يتبسط عن كده والله ممكن تعالى مثلا ما نشوف الـ 512 دي اقدر مثلا اكتبها أه مثلا باور حاجه يعني اقدر اكتب دي مثلا 2 باور حاجه مثلا هل ممكن نكتب الـ دي دي كام باور كام 512 دي؟ تقول لي يا مستر والله مثلا لوج ماشي أه 512 عايز اوصل five. يعني مثلا 2 باور كام؟ هل مثلا 2 باور 20؟ ماشي؟ لا ده رقم كبير قوي هل مثلا 2 باور 7؟ كام لا مش 2 باور 7 ممكن مثلا 2 باور 10 ماشي اه بص لا 2 باور 9 بص كده 2 باور 9 تقول لي اه 2 باور 9 يعني انا يا مستر كنت ممكن اكتب دي 2 باور 9 طب ايه لازمتها ليه اقول لك كده يا سيدي اهو الدي عباره عن لوج 2 باور 9 صح نزل ال 9 يعني دي عباره عن 9 لوج اوفر 9 هشيل ال 9 مع ال 9 يعني من الاخر الدي بلوك 2 شفت كده الدي بكام طلعت الدي معايا بلوك 2 يعني يعني اول رقم لوك 2 الرقم اللي بعده زود عليه لوك 2 يبقوا 2 من لوك 2 الرقم اللي بعده 3 من لوك 2 الرقم 3 4 من لوك 2 وهكذا ولوج الرقم اللي هو العجيب ده ده احنا قلنا عليه اللي هو 9 لوك 2 فهمت كده الفكره العامه كلها ايه بس ايه بيشوفك فاكر موضوع اللوجز والارقام وكده ولا لا اللي بعده بيقول لي find the arithmetic sequence whose sum of its second and fourth mean. خلي بالك second and fourth means. السكند مين mean ده اللي هو الترم الكام؟ الترم التالت امم. Mm. وال fourth mean اللي هو الترم الخامس equal 12. اه يعني هنا a plus 2d وهنا a plus 4d equal 12. a و a يعني 2a plus 6d equal 12 ممكن نعملها divided 2 يعني a plus 3d equal 12 divided 2 يطلع ب 6 ادي اول equation بعد ما جبنا كده بص بيقول لي ايه and the seventh mean is greater than the third mean by 4 ايه seventh mean seventh mean اللي هو الترم الثامن is greater than minus ال third mean اللي هو الترم الرابع by 4 يعني a plus 7d minus a plus 3d يكول 4 على البراكت كله يعني a plus 7d minus a minus 3d يكول 4 هتلاقي يا سلام الا شالت الا يتبقى لي 4d يكول 4 ايه ده يعني deep 1؟ once اني جبت 1 خش هنا هات لي يعني a plus 3 equal 6 يعني الايه بكام؟ ب 3 ايه ده انا عرفت a وكل شويه عماله تزيد واحد يعني 3 4 5 6 اند سو so الفكره بس انك تلقط بيقولك لك mean ماشي مش السكند ترم اللي بعده اظن اخر سؤال ممكن نحله بيقول لي if we insert a number of arithmetic means between 2 and 47 ماشي لو احط ارقام ما بين ال 2 وال 47 if we insert a number of arithmetic sequence معرفش احط كام رقم انا معرفش ماشي بيقول لي then we find the ratio between the second mean and the last mean والترم الاخير 2 to 11 هو ايه السكند مين ده؟ ده اللي هو الترم الثالث صح؟ ده الترم التالت ماشي ايه مين ده؟ ده اللي هو ايه؟ اللي هو مستر ده تي ان ماينس 1 اللي هو الترم اللي قبل الاخير صح؟ بيقول لي الريشيو ما بينهم ما هو الاخر واحد تي ان ده اللي قبل الاخير ماشي؟ بيقول لي الريشيو ما بينهم 2 تو 11 تو طيب اتصرف ازاي؟ ايه ده؟ ايه بقى مستر بتاع دي؟ خلي بالك انا اول ترم عندي 2 بعدين عندي بدخل شويه ارقام في النص ما اعرفش ب... الارقام دي كام واحد عددهم كام واحد اخر حاجه بتطلع لي 47 وعارف ان الريشيو ما بين تالت ترم شايف تالت ترم والترم اللي قبل الاخير الريشيو ما بينهم 2 تو 11 خلي بالك دي السمبلس فور لو عملتهم ريشيو يعني يعني ديفايدت بعض اه يعني بدل ما اكتبها ريشيو كده ممكن اكتبهم ديفايد يعني بص اكتب تي 3 اهو اقوم كاتبها بقى بطريقه بقى خلاص بقى ما احنا كبرنا اكتب تي 3 اوفر تي ان ماينس 1 الكلام ده 2 over 11 طيب هو T3 ده عباره عن ايه يا مستر؟ تعالى كده نكتبها هنا A plus 2D over ال TN minus 1 اللي هو A plus N minus 1 ال N هنا خلي بالك اسمها اسمها N minus 1 نقص منها 1 تبقى N minus 2 الدي D الكلام ده هو اللي قال لي 2 over 11 طيب بعدين يا مستر انا عارف ال A تقول لي عارف ال A منين؟ ما هو يا ابني 2 حط كده مكان الاي A2 شيل كده هنا وحط 2 2 و2 كروس مالتبليكيشن هتطلع ال n وال b طلع كده اعمل كده يا سيدي كروس مالتبليكيشن ده تايمز ده يطلع 2 تايمز اعمل 11 تايمز البراكت اللي اسمه 2 بلس 2 دي ايكوال ماشي 2 تايمز البراكت اللي اسمه two plus 2 بلس n ماينس 2 تايمز ال الدي خلي بالك انا في معلومه ثانيه عارفها انا عارف ان ال tn اصلا اللي هو a بلس n minus 1 times d الكلام ده ب 47 وال ب 2 صح؟ ال ب 2 plus n minus 1 times d دي equation تانية ب 47 فدي برضو معلوم ممكن اودي ال 2 هناك يعني n minus 1 times d اقدر اقول عليها بكام يا ولاد؟ 47 minus 2 ب 45 ماشي دي برضو equation عندي كده ايه ممكن ابقى استغلها تعالى كده اما نشوف مرة هعمل ده تايمز ده ومرة هعمل ده تايمز ده يعني 22 بلس 22 دي ايكوال مره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده كله 2 تايمز 2 4 وهنعمل هنا ايه يا مستر خلي بالك بقى ال 2 هتتعمل تايمز الدي وهيتعمل تايمز البراكت اللي اسمه ان 2 مره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده صح طيب همسح الجزء اللي هو الحته اللي تحت دي انا مش محتاج دي في حاجه عشان نكمل هنا ادي 22 بلس 22 دي ايكوال 4 بلس 2 دي ان بلس او ماينس بقى سوري ماينس 4 دي ماشي بعد يا مستر ما احنا عرفنا الكلام ده تيجي نجمع الديهات مع بعض امسك الماينس 4 دي دي ارميها هنا 22 بلس 26 دي ايكوال برضه بالمره كنت تاخد ال 4 ارميها هنا 22 ماينس 4 تطلع بكام؟ تطلع ب 18 18 خلاص وديت ده هناك الكلام ده ايكوال 2 دي ان او ان دي طيب اتصرف ازاي بقى يا مستر؟ ممكن تيجي نعملها كلها ديفايد انا همسح دي كده تيجي نعملها كلها ديفايد 2 تقول لي ديفايد 2 يطلع 9 ديفايد 2 يطلع 13 دي ديفايد 2 يطلع بكام؟ بان دي او دي ان اهو طب ما الايكويشن دي ما اعمل كده مره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده دي ان ماينس دي ايكوال 45 ايه ده؟ يعني الدي ان دي اقدر احط مكانها 45 بلس دي اه طب ما تيجي نحطها هنا 45 بلس دي ايكوال 13 دي يا سلام واجمع الدي هات في ناحيه والارقام في ناحيه 13 دي ماينص دي امسح السطر ده كده 13 دي ماينص دي ب 12 دي ونودي ال 9 دي هناك يطلع ب 36 يعني الدي ب 3 ياه بعد ما عرفت ان الدي ب 3 واحنا قلنا ان اول ترم معايا ب 2 يبقى 2 زود 3 يطلع معاك الترم اللي بعده بكام ب 5 زود 3 يطلع 8 زود 3 يطلع 11 دي السيكونس بتاعتي ايه اللي هو عايزه بقى هو عايز عدد المينز خلي بالك انا هطلع كام مين عشان ابتدي من اول التو وعندي 47 انا عايز اعرف بقى الترم ال 47 ده الترم الكام لو الدي بتاعي انا ده لو الدي بتاعي ب 3 تقول لي هات ال 47 الترم ال 47 ده مش عباره عن ايه بلس ان ماينس 1 تايمز الدي انا لسه عارف الاي ب 2 ولسه عارف ان الدي بكام الدي بكام يا مستر ادي احنا قلنا عليه ب 3 الكلام ده ايكوال 47 تطلع ال ان كام هو ده الترم كام خلي بالك انا بجيب الترم ده اه عشان اعرف ده ده الترم الكام هعمل الاول ايه هعمل 47 مينس 2 يطلع 45 وادي n 1 تايمز 3 45 ديفايد 3 يطلع n 1 يوال 15 يعني ده ال n ب 16 خلي بالك ده ده الترم ال 16 انا بقى دخلت في النص ما بينهم كام واحد دخلت 14 ترم عشان يبقى ده الترم ال 16 ده الترم الاول واحط في النص 14 ترمز عشان يبقى ده الترم رقم 16. ماشي يا شباب طبعا معلش انا كده طولت عليكم جامد يعني افكار المسائل زي ما انتم شايفين كتيره ولكن انت مثلا بتشوف فكره حاسس انك مثلا مش فاهمها قوي تبتدي تشوفها حاسس انك مثلا في حاجه كويسه معاك بتبتدي تسكب في المس في المسائل وتشوف كده الدنيا هتمشي معاك ازاي اتمنى يا اولاد ان احنا نكون استفدنا من الكلام ده ومعلش لو كنت طولت عليكم شويه واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني شكرا